اوكي. ايوه عندنا ستيب اوف اوت بريك انفستيجيشنز بايمان برناوي. The presentation outlined the key step in investigation and managing an outbreak. It's covered initial recognition, control measures, and follow-ups. عندنا في أي outbreak إحنا عندنا several steps إحنا لازم نتبعها عشان نعمل controlling and managing لل outbreak. الثلاثة steps أول حاجة اللي هو cover initial recognition اللي هي النقاط المهمة اللي أنا أتبعها عشان أعرف إنه أنا عندي outbreak، وكيف الآلية اللي أنا أتبعها عشان أنا أعرف أحدد هل أنا عندي outbreak ولا ما عندي outbreak. بعد كده أنا عندي الكنترول ميجر implementations في حال وجود outbreak، إيش الميجرز اللي أنا أتبعها. عندنا أمس عادل دي العافية أستاذ أحلام شرحوا لنا، أتكلموا تقريبا عن الكنترول ميجر during the outbreak، what we should implement and what we should use. آخر نقطة تقريبا عندنا في الأوتلاين اللي هي الفولو أب أند أكشن تو بي تيكن. في الفولو أب تقريبا إحنا لازم نتكلم عن موضوع اللي هو الريديفاين للكيسز ديفينيشنز، والفولو أب مع مين إحنا بنعمل فولو أب، والكوميونيكيشنز وذ أذر بيبلز اللي هم الهاي أثورتي بيبلز، والأكشن تو بي تيكن لايك إذا كان عندنا نعمل أكشن بلانز والفاينل ريبورتينج. An outbreak investigation definition is a systematic procedure to determine the source and mode of transmission of infectious disease. It involves serious steps from recognition of potential outbreak to implementation control measures and analysis data. This comprehensive process aims to identify the cases, prevent further spread, and provide valuable insight for future prevention strategies. جدا مهم انا عندي في تقريبا في متابعه الاوت بريك انفستيجيشن زي ما قلنا ان انا اعمل كنترولينج. احنا از انفكشن كنترول دورنا دائما في المنشآت الصحيه بريفنشن ميجرز، دائما دورنا انه احنا نطبق الاحتياطات الاحترازيه لمنع الانتشار، سواء كان انتشار بين المرضى او بين المرضى والهيلث كير وركرز. ومتابعه الاوت بريك او اللي حصل عندي اوت بريك يهمني جدا اني انا لازم اعرف الكنترول implementation control measures. أنا لازم تكون عندي data. الداتا هذه إيش مهمتها؟ حنعرف إيش مهمة الداتا هذه اليوم وبكرة مع أستاذ نوال، إنه إيش الداتا اللي إحنا لازم تكون عندنا، وليش أنا لازم أعمل analyzing للداتا. وبعد كده برضو من مهمة أو من المهام وللأمز للستبس للأوتبريك investigations إن أنا أعرف الكوزيز، ليش أنا صار عندي outbreak، ايش اسباب ظهور الاوتبريك انا عندي. فلازم هنا نخش في موضوع زي ما تكلمنا في المحاضرات الاولى ان انا لازم يكون انا عندي ريسك، لازم انا اعرف الريسك اللي عندي. فاذا انا عرفت الريسك اللي عندي انا اعرف اسباب الاوتبريك. وبعد كده بنخش في البريفنشن اللي هو السبريد زي ما قلنا، كيف انا اعمل بريفنشن للسبريد من تطبيق الايزوليشنز ميجرز، وفي بعض اليات اخرى ممكن نستخدمها حنتكلم عنها. وبعد كده آخر حاجة اللي هي الاستراتيجيات اللي احنا نقدر المفروض اننا نطبقها في المنشآت الصحية عشان نوقف اللي هو ايش الاوتبريك ونمنع حدوث اوتبريك مماثل. اول نقطة عندنا او اول ستيبس عندنا في الاوتبريك عندنا الانيشال ستيب اوف اوتبريك انفستيجيشن. الاول ستيب اوف اوتبريك انفستيجيشن هي 11 نقطة تبدأ بريكوجنيشن بوتنشال اوتبريك. عشان انا اعرف انا عندي اوت بريك انا عندي ثلاثه نقاط مهمه او ثلاثه مصادر اساسيه انا اعرف فيها انه انا عندي اوت بريك، اللي هي اول حاجه بالليبراتوري ريبورت بمتابعه النتائج المختبريه از انفكشن كنترول في الهوسبيتال. احنا عندنا ديلي راوند، عندنا ديلي فيزيت للمختبر. فديلي فيزيت للمختبر او حتى لو ما كان فيزيت للمختبر اتوقع حاليا المنشآت فيها داشبورد او تقريبا فيها سيستم بحيث اني انا ادخل اقدر ادخل على المختبر واشوف البوزيتيف ريزلت في جميع المنشآت الصحيه لجميع الاقسام، سواء كانت اي سي يو، سواء كانت ميديكال وورد، سواء كانت او بي ديز ان جنرال. فانا اتابع الحالات عن طريق المختبر نتائج المختبر، اشيك كل يوم مثلا في اقسام العنايه، في اقسام الباطنه، في اقسام الجراحه، ظهور المايكرو اورجانيزم بكثره عندي، هذا نوع من انواع انه انا عندي اوت بريك. تمام، سيرفيلانس سيستم
detection increase of infection or unusual pathogens. لما انا اعمل surveillance احنا already المرور حقنا او مرور الانفكشن كنترول هو يسمى كسيرفيلانس اللي هو متابعه يوميه. المتابعه اليوميه تظهر لي انه انا في عندي ازدياد في الاجسام. صح المختبر بيطلع لي نتائج ايجابيه، ولكن السيرفيلانس سيستم او المرور اليومي بياكد لي موضوع انه عدد الحالات انا عندي بيزيد بالفعل في الاجسام. انا اليوم كان عندي حالتين، بكره صارت عندي ثلاث اربع حالات، بعد ثلاث ايام صارت عندي اربع حالات، هذا هنا بديني اليرت انه انا في عندي مشكله. من الحاجه الثانيه برضو انا عندي الهيلث كير وركرز. إذا كان عندنا good relationships with the healthcare workers اللي هم الـ staffing, doctors, nursing في الأقسام، أو مجرد ما إنه تطلع لي أنا حالة إيجابية تلاقيهم بيتواصلوا معانا اللي هم الـ front line staff، يتواصل معك يقول لك أنا في عندي حالات زايدة، أنا في عندي rare organism طلع لي اليوم، تيجي تشوفه تيجي تشيك عليه، تمام؟ فإن هذه الثلاثة اللي هو recognitions بتديني صورة واضحة اني انا كيف انا اعرف انه انا عندي اوت بريك. بعد كده انا عندي اللي هو كونفير بريز اوف اوت بريك. انا كيف اعرف انه انا في عندي كونفيرمينج، او كيف انا ااكد انه انا في عندي ظهور اوت بريك؟ اول حاجه قلنا من المختبر، من الكيروغ، من السيرفيلانس، انا في عندي داتا. فكيف انا اتاكد انه انا بالفعل انا عندي اوت بريك؟ اول حاجه كومبير الابزوربت كيسز، اني انا اشوف النتائج حقتي او اشوف عدد الحالات. هذا اليوم تفرق، زادت الحالات عن امس، صار انا عندي مثلا الكيسز، ممكن ما نقول الادميشنز، ولكن انا صار عندي انكريز في سحب العينات الايجابيه، ظهور نمبر اوف مايكرو او بوزيتيف كيسز او بوزيتيف مايكرو اورجانيزم او بوزيتيف ريزلت في مثلا خلال الاسبوع. فجاه انا طلعت لي اربع حالات سيدومونس، اربع حالات سيمتوباكترز، فهذه هنا عندي انا مقارنه بالاسبوع الماضي ومقارنه باليوم اللي قبله انا ما كان عندي اي مشكله. فهنا comparing the current number of cases with the expected baseline for the same location and period. Same location and period مثلا نقول الاسبوع الماضي انا كان عندي في الاي سي يو ما كان عندي حالات، ولكن انه هذا الاسبوع انا صارت عندي حالات، فانا هنا عندي في recognition انه انا في عندي مشكله، في عندي اوت بريك. طيب نجي ايدنتيفاي سيدو اوت بريك. ايدنتيفاي سيدو اوت بريك زي ما قلنا احنا المختبر بيطلع لنا نتائج. طب هل هذه النتائج صحيحه؟ انا كيف اتاكد انه هذه النتائج صحيحه؟ ارجع للمختبر البوزيتيف لابوراتوري فايندينج، ممكن يكون انا في عندي مشكله في المختبر انه التيرن اوفر تبع العينات زادت، انا في عندي التست ميثود اختلفت، انا في عندي طبيب جديد او عندي ستاف جديد في المختبر بيغيروا لي في عندهم اليه جديده للفحص. فهنا برضو من الاشياء اللي انا احطها، النقاط اللي انا احطها في بالي لما اجي اتاكد انه انا في عندي الاوت بريك. بعد كده عندي اللي هو الكونسلت اكسبكتد ريت، اللي هو اتاكد برضو اللي هو زي ما قلنا اللابوراتوري ريبورت، الهوسبيتال ديتشارج ريبورت، او المينستري هيلث سيرفيلانس ريبورت، ديتيرمين اللي هو اكسبكتد ريت. هل انا عندي تقريبا الريت متغير ولا ثابت؟ فهنا انا برضو اشوفها عن طريق المختبر، واشوف برضو عن طريق النتائج الهوسبيتال ريكورد ديتشارج والداتا تبعت الادميشن الموجوده عندي. بعد كذا النقطة الثالثة، أنا عندي alert key individual، خلاص أنا تأكدت إنه أنا في عندي outbreak. بعد كذا أنا بعمل حاجة ثالثة، النقطة الثالثة اللي هي alert key individuals، اللي هم أعمل notify للsupervisors. من السوبرفايزر اللي أنا أعمل لهم notification، أنا عندي اللي هو السوبرفايزرز، ممكن أنا أكون coordinators في المنشاة الصحية، أبلغ رئيس القسم إنه أنا اليوم لاحظت في عندي ارتفاع في عدد الحالات، فبالتالي ممكن انا الهوسبيتالز برضه يبلغ النيرسينج سوبرفايزرز، يبلغ الهوسبيتال ليدرشيب اباوت ذا اوت بريك سيتويشن تو الوكيت اللي هو ريسورس مانجمنت كوميونيكيشنز. هل مهم اني انا ابلغ السوبرفايزرز والهوسبيتال ليدرز؟ نعم جدا مهم، عشان احنا نحصل على الدعم. دعم في ايش؟ دعم اني انا اتاكد انه بالفعل هذا اوت بريك، دعم عشان اني انا اعمل كونتيننج وامبلمنتنج للميجرنج للانفكشن كنترولز بصفه عامه عشان اوقف الاوت بريك.
بعد كده عندي اللي هو الالرت الميكروبيولوجي لاب اللي هو نوتيفاي ذا مايكروبيولوجي لاب اند ستاف ان افكتد اريا تو لوك اوت فور نيو كيسز. ابلغ المختبر انك انت هذه الفتره عندي انا حالات مره ايجابيه كثيره، فانا عندي سسبكتد ممكن اوت بريك، فاي حاله تجيك ايجابيه اديني خبر، بلغ القسم. تمام؟ اي شيء جديد تحس انه في عندك كرير اديني خبر على طول. فهنا نوثق موضوع انه لازم انا يكون عندي جود كوميونيكيشن مع المختبر. معلش انقطع، لا انا وقفت معلش. بعد كده عندنا الانفولف الكي بيرسون اللي هو الريليفنت بيرسونيتش از انفكشن كنترول براكتيشنر اند هيلث كير وركرز تو كولابريت ان ذا انفستيجيشنز. من الالرت كانديفيدوال برضه يهمني جدا اني انا ابلغ النيرسز ورئيس القسم اللي فيه المشكله. مثلا انا عندي مشكله في الاي سي يوز، انا امسك رئيس الاي سي يوز اقول انا عندي مشكله، لازم يعرف انه انا في عندي اوت بريك. ليش؟ عشان احنا في عندنا رولز لازم نتبعها في وقت حدوث الاوت بريك، منها انه انا لازم احدد لي ستاف ثابت. تمام؟ فيها عندي انا عزل المرضى، عدم تحريك المرضى، في كذا رولز احنا نقدر نستخدمها عشان نعمل كونتيننج للاوت بريك. ومن ضمنها النيرسينج برضو يحتاج انه نعرف الادوكيشنز عندهم ونعمل لهم يعني زي ما تقول awareness about اللي هو ايش الاورجانيزم والمود اوف ترانسميشنز وهاو تو ديل وذ ذا كيسز. بعد كده عندنا بيرفورم ريتريشر ريفيوز، بمعنى انه بيرفورم ريتريشر ريفيوز انه اندرستاندينج ذا باثوجنز، اني لازم انا اقرا تمام عن الباثوجنز هذا المايكرو اورجانيزمز، كيف انا اقدر اتعامل معاه؟ لازم اعرف المود اوف ترانسميشن، الريسك فاكتور فور ذا بريفيوس اند سيميلر اوت بريك. انا قبل كده هل كان انا عندي هذا الاوت بريك بسبب نفس المايكرو اورجانيزم؟ طب انا كيف اتعاملت معاه ووقفناه؟ تمام؟ طب لا مثلا انا عندي هذه مثلا بدخل داريا مثلا نقول مايكرو اورجانيزم جديد عليا انا ما اعرف، فبالتالي اني انا لازم اقرا ابحاث، ممكن ارجع لخلفيات زملائنا في المنشآت الصحيه، ارجع للمديريه الشؤون الصحيه، منسق مديريه الشؤون الصحيه اساله عن المايكرو اورجانيزم هاو تو ديل ويز ات، نعرف ناخذ منه خبرته از الاكسبيرينس اللي طبقت في المنشآت الاخرى ونحاول نطبقها عندنا، نعملها موديفيكيشن على حسب السيتويشن اللي عندنا ونطبقها. بعد كده في الريتريشر ريفيو ايدنتيفاي كنترول ميجرز، هل نفس الاوت بريك او كل اوت بريك يتعامل بنفس الطريقه؟ ممكن يس ممكن نو، ولكن يعتمد على حسب السيتويشن اللي انا عندي. انا عندي سم اوت بريك فروم 1 تو 2 كيس انا اعتبره اوت بريك، انا في عندي 2 كيسز تو 5 كيسز انا اعتبرها اوت بريك، فعندي هنا الوضع يفرق. فبالتالي انا لازم اعرف الكنترول ميجرز اللي انا بطبقها عشان اني ايش اقدر اوقف الاوت بريك. طيب اكسس الريسورسز، هل انا في عندي ريسورسز؟ تمام، لازم انا تكون عندي ريسورسز مع الوزاره، منها الجي دي بي اي سي ويب سايت، منستري اوف هيلث جايد لاينز، عند الانترناشنال داتا بيز تو اكسس ريليفنت انفورميشن عشان انا اعرف اذا كان في عندي اوت بريك ولا لا، ومنها كمان عشان اخذ منها معلومات. بعد كده عندنا نجي للحاجه الثانيه اللي هو establish the case definition.
استبلش الكيس ديفينيشن عندنا عشان انا اعرف انه انا في عندي اوت بريك. احنا لازم عندنا فور اللي نقول نسميها ابيديمولوجيكال لينك، يمكن شرح لكم اياها دكتور ناصر في البدايه. اول حاجه بيرسونيالز، تايم بليس ايجنت. لما انا اقول الكيس ديفينيشن يعني انا يكون عندي بيرسونز انديفيديوال، ما اقول مثلا ايج جروبس نفسه، ولا اني اقول سيم سكس، ولا اقول اوكيوبيشنز، ولكن انه انا يكون عندي كلهم هيومن بينز ان سام بليسز. ممكن يكون عندي في اي سي يوز تايم البليسز كلهم في اي سي يوز، تمام. لا او جنرال وورد التايم انه يكون كلهم مثلا عندي خلال اسبوعين او خلال شهر، يكونوا كلهم متنومين في نفس الفتره التايم بيريود. الايجنت انه كلهم لازم يكونوا نفس الباثوجينز. طيب حتجي هنا تسالني تقول لي طب انا عندي كيسز، او بنلاحظ عندنا في الداشبورد عندي كيسز هي اسينيتوباكتر نقول نموني، بس انا ما بلقاها اسينيتوباكتر نمونيز، وانا عندي واحد ثاني اسينيتوباكتر كوكسيديس، وعندي اسينيتوباكتر كليبسيلا نموني، كليبسيلا كوكسيديس، تمام، وكليبسيلا سبيشيز. هل هم كلهم واحد اوت بريك؟ اقول لك نعم، كلهم يعتبروا واحد اوت بريك. ليش؟ لانه اوت بريك جايد لاين من الجي دي بي اي سي، احنا عندنا جميع الكيس في صوت، احنا عندنا جميع المايكرو اورجانيزم ناخذها بالفاميلي نيم، فاميلي نيم اللي هي كليبسيلا، اسجلها كلها اس كليبسيلا. بعد كده في الاكشن بلان في الانتربريتيشن انا ايش انا اقدر ايش انا فريق بيناتها، ولكن ان جنرال احنا دائما كل المايكرو اورجانيزم ناخذها على ايش على الهيد اللي هي الفاميلي نيمز الكبير. فاي مايكرو اورجانيزم انا عندي ان شاء الله خمسه مايكرو اورجانيزم كلهم يبدا بكليبسيلا، ولكن نقول مثلا ايش نسميها السب تايب جين افريك، احنا نمسك بالجين الاساسي كليبسيلا وات ايفر كان تحتها، فهي كلها بتكون نفس الشكل او نفس الاسم وتبلغ على انها اوت بريك. طب انا دحين عرفت الكيس ديفينيشن، طب ابغى اعرف الديفلوب ميثود اوف كيس فايندينج. انا كيف اقدر ادور على الكيسز؟ انا كيف اعرف اتاكد انه انا في هل عندي كيسز زايده، هل في انا عندي كيسز كولونايز انا ما ادري عنها، هل في كيسز انا ممكن انه القسم ما ارسل لها عينات، هل في كيسز ضايعه مني؟ فهنا انا اول حاجه بسويها كونداكت بلان سيرش، لازم تكون عندي خطه ببحث عن الحالات. ايش هي الخطه البحث عن الحالات؟ اني اعمل searches for cause for cases using اللي هو case definition to identify new additional cases. case definition زي ما قلنا العمر، فترة الدخول، مكانهم في نفس المكان، كلهم عندهم نفس الorganism. look backward and forward. أنا ما أخذ في نفس الفترة إلا أنا مثلاً عندي ده الأسبوع أنا عندي حالات زايدة. هل أنا أكتفي بهذا الأسبوع؟ لا. ولكن أنا أخذ كمان اسبوعين ورا واحط في بالي اني انا حمسك كمان اسبوعين قدام. ليش؟ لانه انا ممكن تكون عندي كيسز ما انتبهت لها في الاسبوع الماضي، يكون ممكن المريض يكون كولونايزد واحد، او ممكن يكون المريض ظهرت عليه اعراض وعلامات ولكن جدا كانت بسيطه مع استخدام الانتيبيوتيك، كان مره كفر الساين والسيمتومز فما كان باينه عندي، فبالتالي طلعت عنده النتيجه الاولى ممكن تكون بوزيتيف، الثانية طلعت عنده نيجاتيف، الثالثة أنا ما تأكدت منها إيش وضعها، فبالتالي أنا ما حسبته. فهنا أنا عندي باكورد وفورورد، إني أنا لازم أحصر خلال الثلاثة الأسابيع أو الأربع الأسابيع اللي عندي كم عدد الكيسز اللي كانت موجودة عندي. ممكن تكون الحالات سكترز، يعني الأسبوع الماضي طلعت لي حالتين، اللي قبله طلعت لي حالة، بعدين مثلا كانت عندي نص يعني حاله طلعت وحده عينه، العينه الثانيه طلعت سلبيه، فبالتالي هنا لازم انا اعرف ايش وضع الحالات. بعد كده عندي يوتيلايزنج داتا سورس، اني بتاكد ايش السورس كان بي يوز فور كيس فايندينج، ممكن ايش هي ايش استخدم عشان اعرف الكيس فايندينج. لازم انا ارجع للميديكال شارت،
ارجع للمايكروبيولوجي ريبورت، ارجع للفارماسيس اشوف الانتيبيوتيك اللي استخدمت، لللوك بوك اذا كان الحالات اعزلت ولا ما اعزلت، ارجع للدكتورز الاطباء اللي هم بيقول متابعين الحاله. بعد كده عندي ديفلوبت اللاين ليست. لازم كل منشاه صحيه يكون عندها لاين ليست خاص فيها عشان يتابعوا فيها الحالات. ايش مواصفات اللاين ليست؟ مواصفات اللاين ليست ممكن احنا نقول نلقاها في الاوت بريك داتش بورد الموجود عندنا، وقبل فتره او العام الماضي احنا برضه ارسلنا لكم اكسل فيلو لاين ليست. اللاين ليست هذا فيلو السامبل داتا كوليكشن كامله، الكوليكتنج انفورميشن كامله، الديموغرافيك داتا، تاريخ دخول المريض، متى انسحبت العينه، متى ظهرت عنده الاعراض، ايش نوع الاعراض والعلامات اللي طلعت، ايش كان وضع المريض اول ما دخل بعد ما. فهذا اللاين ليست يساعدني اني انا احدد بالفعل انا متى بدات عندي اللي هي ايش؟ اللي هو الاوت بريك. بعد كده عندي الكوندكتنج سيرفيلانس، امبلمنتد وتارجتد سيرفيلانس اللي هي بوند بريفلنس سكريننج او البروسبكتيف لابراتوري سيرفيلانس تو ايدنتيفاي نيو كيسز. طيب هذا البوند بريفلنس سكريننج مانداتوري ان انا اسويه في كل اوت بريك؟ لا. ليش؟ لانه احنا عندنا برنامج السكريننج المفروض انه يكون مطبق في جميع المنشات الصحيه في بعض الاقسام حال دخول المرض، ديبيند على وضع المستشفى. في مستشفيات مطبقته في كل الاقسام، في مستشفيات مطبقته فقط للاي سي يوز وفي السيرجيكال وورد ومثلا الانكولوجي وورد. تمام. فهذه واحده من النقاط اللي احنا developed a method of case finding. بعد كده طيب انا اخذت الداتا وظبطتها وكل حاجه، ايش احتاج عشان انا اعرف الترند اللي عندي لانتشار الحالات ولا وضعها؟ تمام. انا عندي حاجه اسمها ديسكريبتيف ايبيديميولوجيز. ايش الديسكريبتيف ايبيديميولوجي؟ هو عباره عن شارت، بار شارت احط فيه كل الحالات الموجوده عندي البوزيتيف كيسز في حدوث الاوت بريك، من تاريخ سحب العينات لكل الكيسز او تاريخ ظهور العينات عندي. تمام. حسب انا ايش بسوي، هو في الغالب كاوت بريك اخذه من تاريخ سحب العينات. فايش نبدا؟ نبدا اول حاجه يطلع لي ابيديميك كيرف. الابيديميك كيرف هذا هو عباره عن ترين، شرح لكم اياه دكتور ناصر، يوضح لي عن ترين فتره وظهور وجود الاوت بريك، متى بدا، متى زادت عندي الحالات، وفين وقف. ممكن تكون نزلت، ممكن تكون لسه في تصاعد. هنا بيديني في الابيديميك كيرف، لو جينا نتكلم عنه في الايمرجنج بري ايمرجنج ديزيز، بيوضح لي فتره الانكيوبيشن بيريود. بس انا عندي باثوجينز، الباثوجينز مو كل الباثوجينز فيها انكيوبيشن بيريود ان جنرال لو جينا فيها، ولكن بيحدد لي البيريود للاوت بريك والبروبابل اكسبوجر تايم، متى صار عندي انا اكسبوجر تايم. هذا بالنسبه للابيديميك كير. الحاجه الثانيه انا لازم اعمل اتاك ريت. انا اتاك ريت ايش يطلع لي؟ يطلع لي النمبر اوف بروبو اوف انديفيدوال انفكتد ديورينج الاوت بريك على البروبوشن للناس الاكسبوجرز. طب انا مثلا عندي الاي سي يوز، انا عندي 50 مريض، من ال 50 مريض انا طلع عندي نقول 10 15، يصير 10 على 15 مريض على 50 اذا كانت البيت كابيسيتي عندي كفرت اون. فانا هنا يبين لي ايش الريت اللي عندي وايش الرينج تبع المشاكل اللي انا وصلت فيها. الداتا اناليسيس برضه اللي احنا نستخدمها من الاكسل شيت، هذه كلها يا شباب بناخذها من الاكسل شيت الموجود. طيب عندنا الداتا اناليسيس. الداتا اناليسيس اللي هي بمعنى انه تعمل لي الهايبوثيسيس اباوت ذا تايب اوف انفكشن والسورس روت اوف ترانسميشن. زي ما قلنا الاكسل شيت هذا الشامل لكل حاجه، بيبين لي كل الديفكت اللي موجود عندي وهاو اي ويل ديل وذ ات.
بعد كذا نجي في النقطة، طب أنا خلاص أنا الحين عرفت إنه عندي أوت بريك، أنا عرفت الترند اللي عندي في الأوت بريك، عرفت المشاكل عندي فين بدأت. طيب أنا بعد كذا إيش الدور اللي أنا بسويه؟ بأعمل implementation للكنترول ميجرز. أمس عادل أتكلم عن الكنترول ميجرز وقال إنه في كنترول ميجرز أنا لازم أطبقها، من الهاند هايجين، من الايزوليشن، استخدام البي بي إيز بطريقة صحيحة وإلى آخره. هنا نحن نعرف انه الامبلمنتيشن للكنترول ميجر ومن ضمنها واهمها الايزوليشن والهاند هايجين والانفيرمنتال كليننج از ريكومندد باي انفكشن كنترولز. يعني مجرد ما اني انا حتى لو ما كان كونفيرم انا كان عندي سسبكت او داوت انه انا في عندي اوت بريك، انا اول حاجه اطبقها البريفنشن ميجرز. ليش؟ عشان امنع انتشار الاوت بريك. بعد كده عندي تريتمنت اند بروفلاكسيس. تريتمنت اند بروفلاكسيس هي ما هي كدوري انا از انفكشن كنترول، ولكن دور اني انا اتابع مع الطبيب المعالج على اللي هو نوع التريتمنت والبروفلاكسيس اللي هي بيتم صرفها للمريض، اذا انها كانت للان دي ار اوز، الميكرو اورجانيزم هل عنده هو ان دي ار اوز، هل هو مطابق او غير مطابق. نتفق على نقطة إنه إحنا الانفكشن كنترول إحنا مو دورنا مانجمنت، ولكن إحنا قد نشارك في المانجمنت تبع المريض، ولكن إحنا دورنا إن جنرال بريفنشن. بعد كده عندنا نقطة مهمة اللي هي الكوميونيكيشن. من ضمن الكوميونيكيشن عندنا إدوكيت الهيلث كير وركر أباوت الانفكشن كنترول بريفنشن ميجرز أند ديفلوب أ بلان تو إنشور الأونجوينج كومبلاينس. الشائع في جميع المنشآت الصحية إنه وجود الأوت بريك معناه إنه أنا صار عندي ديفكت في الامبلمنتيشن للإنفكشن كنترول ميجرز، ومن ضمنها الهاند هايجين والإنفايرومنتال كلينيك. هذا رقم واحد. ثاني حاجة أنا عندي مشكلة اللي هي الستاف ريشيوز، تمام. بعد كده أنا عندي مشكلة اللي هي التيرن أوفر. التيرن أوفر للبيشنت والستاف ريشيو مرة يعني لهم تأثير مرة كبير في موضوع الأوت بريك، ولكن نعمل بقدر الإمكان إنه إحنا نطبق الإنفكشن كنترول بريفنشن ميجرز بتكثيف اللي هو الإديوكيشن، سواء كان للتمريض سواء كان للهيلث كير وور، جميع الهيلث كير وركر إنفولف التمريض الدكتورز والعمالة. طيب فاسيليتي ميجرز اللي هو عندنا فاسيليتي ميجرز اللي هو موضوع اللي هو consider اللي هو الكارنتين facility or unit is necessary to control the outbreak. المعنى كارنتين بمعنى اني انا ممكن اعمل قسم خاص للعزل، اخلي كل المرضى عزلهم في نفس المنطقة، او اخلي مثلا area معينة للعزل للكيسز بحيث اني انا اقدر اعمل controlling، او اني مثلا كمانجمنت مع الهوسبيتال مانجمنت او احد الريكومنديشن اني مثلا يتم إيقاف الدخول لفترة معينة في هذا القسم إلى أن يتم معالجة جميع الحالات. هذه كل هذه الريكومنديشن يتم أخذها عن طريق اللي هو الأوت بريك كوميتي تيم بحضور مدير المنشأة الصحية. بعد كده عندنا ايدنتيفاي الامبليكيتد هيلث براكتس. انا لازم اعرف ايش المشاكل اللي عندي للهيلث براكتس. اول حاجه ابزورب الفلو ورك زي ما قلنا اللي هو الفوكسنج اون اللي هو الديفينيشن فروم ذا بيست براكتس انفكشن كنترول جايد لاين. هل هو الجايد لاين بالفعل مطبق عندنا في المنشاه الصحيه؟ انا ما اقول كجايد لاين في المنشاه الصحيه، ولكن احنا نتكلم على وجود بوليس وبروسيجرز بالفعل مطبقه بطريقه صحيحه في المنشاه الصحيه. عندنا discuss with the staff اللي هو engage the healthcare worker أو الستاف معانا في موضوع الانفكشن في المانجمنت للاوت بريك، ولازم يعرفوا الكيسز أو الكوسز اللي هو للأسباب اللي هو انتشار أو وجود الاوت بريك. بعد كده عندنا review procedures تجي بمعنى اللي هو review اللي هو procedures اللي عندنا بتصير عندنا في المنشأة الصحية أو في القسم، من ضمنها اللي هو استخدام كلينينج والديسانفكشن للإكويبمنت والإنسترومنت ريبروسيسنج والديفايس مينتيننس والميديكيشن بريبريشنز. هذه النقاط احنا لازم نحطها بعين الاعتبار وقت الاوت بريك، اني اتابعها اشوف هل هي مطبقه بطريقه صحيحه، هل في شخص معين بيتابعها،
هل فيها ديفكت؟ لانه غالبا يكون السورس، اذا كان عندي السورس تبع الاوت بريك مجهول، فلازم انا اتوجه لهذه النقاط. بعد كده عندي consider environmental sampling. يمكن أمس كانت المحاضرة عن environmental sampling و when to take it و how to take it، ولكن نحطها في عين الاعتبار إنه epidemiological evidence لل environmental sampling is only if strong epidemiological evidence indicate اللي هو visible environmental source or reservoirs. مش في كل outbreak أنا أحتاج أن أخذ environmental sampling، ولكن في حال اني انا ما عرفت السورس او الاندكس كيس عندي او في هيوج اوت بريك، انا هنا احتاج اني اخذ الانفايرومنتال سامبلينج. من اهم النقاط في الانفايرومنتال سامبلينج انا لازم يكون عندي تارجتد سامبلينج، بمعنى اني التارجتد سامبلينج اني انا ما اخذ عينات عشوائيه. انا لازم اكون اعرف البوتنشال فاكتورز اوف ترانسميشن بيست اون ذا سسبكتد باثوجين اند لو اوبزرفيشنز. الفوكس انا فين باخذها؟ من فين باخذ السامبلينج؟ هل اخذ من البيشنس فايل؟ هل اخذ سامبلينج من الكمبيوتر؟ هل اخذ سامبلينج من الفلورز؟ لا، لازم تكون انا عندي رؤيه انا من فين اخذ السامبلينج، واتوقع امس المحاضره كانت كفرينج لهذه النقطه. طيب انتربيتيشن، اللي هي الانتربيتيشن لما انا اخذ فوق 15 20 عينه انفايرمنتال وتجيني كلها نيجاتيف، انا هنا اعرف انه انا كان في عندي خلل في طريقه اخذ العينات، ممكن تكون طريقه اخذها خاطئه، ما كانت الميديا مناسبه، ممكن تكون المنطقه اللي هو التارجتد اريا اللي انا اخترتها لاخذ العينات ما كانت كويسه. فبالتالي انا لازم اكون عندي مو شرط برضو، يعني بمعنى انه مو شرط انه كل لازم تكون عندي ايجابيه، وفي نفس الوقت لازم انه ما تكون عندي سلبيه. فلازم انا اذا كانت عندي targeted area او targeted point انا اخذ منها، فبالتالي اكيد بيطلع لي فيها بوزيتيف. عدم وجود عينه ايجابيه في environmental ما يعني انه انا ما عندي outbreak، لا، ممكن يعني انه انا كان في عندي خلل في اليه البلاننج في الانفستيجيشن. كوميونيكيت انفورميشن، انا عندي زي ما قلنا خلاص، طب انا صار عندي اوت بريك، اخذت العينات، عملت داتا اناليسيز، اخذت السامبلينج، سويت كل حاجه، فبالتالي انا هنا في عندي انا لازم ابلغ الهوسبيتال او التيم ممبرز اللي عندي انه انا في عندي اوت بريك. ومن ضمنها ايرلي كوميونيكيشن اند كليرلي وذ ستاف، patients, visitor, authorize about the outbreak situations, authorize people، يعني من ضمنها أنا عندي الـ hospital directorate، الـ head of the departments، لازم يعرف إنه أنا عندي outbreak. وأهم نقطة عندنا إنه لازم يكون بلاغ الـ outbreak first of all عندنا في منصة الـ outbreak الموجودة في الـ GDBIC. الـ outbreak report إنه لازم بعد ما إنه يكون أنا عندي outbreak لازم أعمل essentially report and final confidential outbreak report summary اللي هو investigations والlisten learning and recommendations. أي outbreak سواء كان على أي level، سواء كان level C ولا level B ولا level A، أنا لازم أعمل final report بالتوصيات اللي بناخذها فيه. قد يكون final report ما أقول لك إنه مهم إنك ترسل لي إياها، ولكن كدوكمنت ليك انت كمنشأة صحية او ليك انت كقسم مكافحة عدوى، لازم يكون عندك final report انك تعرف الاوتكم تبع الاوتبريك اللي صار عندك وايش الستيبس اللي انت مشيت فيها. declare end للاوتبريك based على type of pathogen على the absence of new cases for اللي هو specified period. دحين عندنا ممكن امس لو كنت حاضرين معانا او من الرولز الجديدة عندنا في الاوت بريك انه حتى ان المريض تحول من الديبارتمنت احنا ما نقفل الاوت بريك. يعني كان المريض في الاي سي يوز، هو لاست كيسز انا عندي في الاي سي يوز، تم تحويل المريض وهو ستيل بوزيتيف، اتحول للجنرال وورد فور سبيسيفيك ريزونز، ممكن كان في احتياج للبيد، ممكن المريض انه ما يحتاج انه يجلس في اي سي يوز، فهنا الاوت بريك لا يقفل، يفضل الاوت بريك مفتوح الى ان يتم تعديل حالة المريض إلى شفاء
او خروج من اللي هو المنشاه الصحيه. ومعنى انه تعديل حاله المريض لازم انا يكون في عندي ايفيدنس انه بالفعل حاله المريض غيرت، بمعنى انه يكون عندي تو نيجاتيف ريزلت، او انه بالفعل يكون المريض ديتشارج فروم ذا هوسبيتال. وهنا يجي دور منسق مكافحه العدوى في المديريه، بحيث انه لما يجي يتابع الكيسز انه لما ينزل المنشاه الصحيه يتاكد من الدوكيمنت انه بالفعل انه البيشنتس هاف تو نيجاتيف ريزلتس اور ريلي البيشنت ديتشارج فروم ذا هوسبيتالز. Communicate information about the outbreaks. أول حاجة notification and coordination. قلنا زي ما قلنا النوتيفيكيشن عندنا جدا مهم، ويبدأ أول حاجة في النوتيفيكيشن مجرد ما أنا يكون عندي confirmed outbreak أنا على طول أبلغ فين؟ في الـ Ministry of Health اللي هو الـ GDPIC as recommended. خلال 48 ساعة أنا لازم أبلغ إنه وجود أنا عندي outbreak. ليش مهم to ensure effective communication between healthcare facility, laboratories and pharmacies to coordinate all persons of it. طب media reporting، موضوع الميديا reporting احنا ما نتكلم عليه كhospital outbreak، ولكن نتكلم عليه في موضوع اذا كان عندي emerging or re-emerging disease. وعندنا معروف من عندنا designated spoke persons عندنا في الميديا، عندنا دكتور محمد عبد العالي دي العافية اللي كان موجود وحاضر دائما معانا في جائحة كوفيد. هو هذا الميديا ريبورتينج اللي كان دائما يدينا الديلي ريبورتينج ريجاردينج الكيسز. فمش اي شخص يكون اللي هو سبوكينج او سبيكينج بيرسونيل ريجاردينج اللي هو الاوت بريك، سواء كان داخل المنشأة الصحية او خارج المنشأة الصحية، سواء كانت عندي هوسبيتال اكوايرد انفكشن او كوميونيتي انفكشن. في المنشأة الصحية غالبا اللي هو بيكون الهيد اوف انفكشن كنترول، هو اللي بيتواصل مع المديريه، هو اللي بيتواصل مع الميديكال دايركتوريت او الاوثورايز بيرسونز في الاوت بريك، ممكن كرئيس قسم ممكن هو يكون يحدد شخص يكون مسؤول عن هذا الاوت بريك، فبالتالي هو اللي بيكون السبيك بيرسونز ريجاردينج السيتويشن اللي حاصل عنده في المنشأة الصحية. هنا وانت تكلير الاوت بريك، هذه تقريبا مأخوذه من عندنا الجايد لاينز. عندنا اهم نقطه نتكلم عنها اللي هي الهيلث كير اسوسييتد اوت بريك، when there is no new cases epidemiological link to the relevant outbreak are identified within 14 days from the last outbreak. بالفعل اذا ما عندي انا اي حاله ايجابيه وكل الحالات عنده طلعت نيجاتيف، وما عندي اي حاله طلعت ايجابيه خلال ال 14 يوم، انا هنا باخذ الاوت بريك. أنا في عندنا من أكثر المشاكل في جميع المنشآت الصحية موضوع الكولونايز كيسز. الكولونايز كيسز بيجلسوا فترة جدا طويلة عندنا في المنشأة الصحية، فبالتالي الأوت بريك عندنا ما يغفل. هنا to declare an outbreak في حالات الكولونايز لازم يكون في أنا عندي الرينج مع الجي دي بي آي سي، أو اللي هو نعمل لها consultations. النقطة الثالثة برضو قلنا فيها إنه المريض إذا تحول وهو بوزيتيف وتحول للجنرال وورد، وتابع المريض الى ان يقفل الاوت بريك، وهنا بتكون المتابعه عن طريق المديريه. نجي في نقطه الايمرجنج وري ايمرجنج ديزيز، زي عندنا الايبولا والميرسكوب والكوليرا والمنينجايتس. تقريبا تقفيله الاوت بريك بتكون عن طريق الترابل سيز اللي هو الكوماند كنترول سنترز، هم اللي بيدوا مثلا هم اللي بيدوا انه ذس اوت بريك شود بي كلوزد ونتفعلوا أبس. كده احنا قفلنا الستيبس اللي هو الايت ستيب للاوتبريك. طب نيجي بعد كده عندك ستيب الفولو اب انفستيجيشن للاوتبريك. اول حاجه عشان طب انا قفلت الاوتبريك جمعته وسويته كل حاجه، اوقف؟ لا، انا لازم اعمل ريديفاين للكيسز، ابعرف هل انا بالفعل ماشي بطريقه صحيحه ولا لا. اول حاجه اعمل اسينشال بورد ديفينيشن. البورد ديفينيشن ان هو ستارت اوف انفستيجيشن تو كابتشر اني بوتنشال cases possibles. امسك اي حاله possibles انا عندي ادرسها، هل هي ماشيه معايا مع الكيسز، هل هي ما هي ماشيه معايا مع الكيسز. طيب. بعد كده incorporate اللي هو new information. new information اخذها من مين؟ من available عندي من المختبر، من الدياجنوستيك، من النيرسز، من الدكتورز، انه لا انا في عندي كيسز جديده دخلت، انه في انا عندي وضع جديد بيصير، انه البيشنتس الاورجانيزم اتغير، صار
بدل ما يكون سبيشيز سيرمونيا. تمام، فهنا انا اعرف ايش المشكله اللي صارت عندي. انكريز السبيسيفيتي اني انا ما هي السنسيتيفيتي، هنا في فرق بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. طيب السبيسيفيكيشن اني انا احط كريتيريا مين هم هذول السبيسيفيكيشن، تمام، اخذها من اللابراتوري او تكون عندي ابيدميولوجيكال ريستريكشن، تمام، انه تكون عندي داتا معينه اخذها، هذا السبيسيفيكيشن. طب السنسيتيفيتي، السنسيتيف ايش تجي فيها؟ السنسيتيف انه انا كل حاله كلب سله انا اخذها، كل حاله دخلت الاوت الاي سي يوز في هذه الفتره انا احطها في الفوكس، هذا سنسيتيف. ولكن سبيسيفيكيشنز اني مثلا انا اخذ المرضى عندهم بوزيتيف كلتشرز سي مايكرو اورجانيزم دخلوا في هذه الفتره الفلانيه، فتره الاوت بريك محصوره، تم عزلهم، تم متابعتهم. هنا انا اعمل اللي هو ريديفاين للكيس ديفينيشنز. طيب حاجه برضو ثاني اللي هو كونتينيوال فايندينج والكيس فايندينج والسيرفيلانس، انا لازم تكون عندي اون جوينج سيرفيلانس، متابعه مستمره للاوت بريك انفستيجيشن، اخذ زي ما قلنا الكيس بريفالنس سكرينينج، اخذ ادمشن سكرينينج، اخذ بوست بروكتيف لابوراتوري سكرينينج، ايدنتيفاي نيو كيسز، اشوف هل انا في عندي نيو كيسز ميت الابديتد كيس ديفينيشن ريتروسبكتيفلي او بروسبكتيفلي. بعد كده زي ما قلنا عندي ابديت لللاين ليست، اتابع برضو اللاين ليست واشوف نفس الحالات، ومن ضمن اللاين ليست عندنا نقطه دائما تغيب عننا، المرضى المحولين من اذرز هوسبيتال، او المريض كان مثلا عندي دخل المنشاه الصحيه اسبوع وخرج ورجع مره ثانيه، فدائما نحاول نعمل كابشرنج للكيسز اللي جايين او داخلين عندي في الورد من اذرز هوسبيتال، وبرضو احطهم ان ماي كونسيدريشن. ريفيو الكنترول ميجرز، اني برضو انا اتابع الكنترول ميجرز، اول حاجه اتابع الكومبلاينس، من ضمن الكومبلاينس انا عندي اتابع الايزوليشن بروكوشن والانفايرمنتال كليننج، واتابع الهاند هايجين. طيب ايفالويت افكتيفنس لي ان الكنترول ميجر از كونتينيو تو ذا اوت بريك اند بريفنت الفوردر سبريد، اني بالفعل انا اتابع التطبيق بطريقه صحيحه. طب هل انا عندي الحالات بتنقص؟ هل انا عندي الحالات بتزيد؟ اذا انا مطبق الكنترول ميجرز بطريقه صحيحه، فبالتالي انا عندي الحالات ممكن ما تزيد، ممكن اوقف على نفس السيتويشن، على نفس النمبر اوف بيشنت، ممكن يصير عندي في النمبر اوف كيسز بيخل بينقص، بمعنى انه انا يصير عندي امبروفمنت للكيسز وبتطلع. فانا هنا يكون عندي الايفالويت الصحيح والافكت والميجرز عندي مطبقه بطريقه صحيحه. ادجست الانترفينشن، لو كوندكت انترفينشن ذات difficult to maintain our resources invest based on the outbreak اللي هو progressions، اني انا اشوف الانترفينشنز اللي عندي هل انا صحيح، هل انا احتاج initial intervention، هل انا احتاج other consultations من other authorities or expertise personnel، بحيث اني انا اعمل اتاكد من انه البريفينشنز ميجرز عندي مطبقه بطريقه صحيحه. زي ما قلنا consider على الانالتيك ستدي، اللي يحب مثلا في بعض المنشآت الصحيه او في بعض الزملاء يديهم العافيه يحبوا يعملوا ديزايننج او يحبوا يعملوا ستدي للاوت بريك الموجود عندهم. فانا عندي تو تايب للديزاين ستديز، انا عندي اول حاجه لازم انا اعمل تيست للهايبوثيسيس، بعد كده اشيك على الدايجنوستيك. النوع الثاني مش شايفه الصوت لو سمحتوا. بعد كده اتاكد اني انا بالفعل انا اخترت اللي هو الديزاين المعين الصحيح اللي هو الاستدي. طيب الاستدي انا عندي تو تايبس ستدي، انا عندي كيس كنترول ستدي وعندي كوهورت ستدي. الكيس كنترول ستدي اللي هو الانفستيجيشن اسوسييتد بتوين ديزيز اند سسبكتد كيس اند از كومنلي يوزد فور انفستيجيشن اوت بريك ديو تو اللي هو ريليتيفلي لو كوست اند شورت ديوريشن. ولكن عندي الكوهورت ستديز اللي هو عبارة عن observation studies designed the investigation the etiology of the disease or an outcome over اللي هو long period of times. فهنا على حسب
المنشأة الصحية على حسب infection control practitioners إذا كانوا حبوا يعملوا كيس ستدي للأوتبريك الموجود عندهم. ليش؟ عشان هو عشان كدرس يستفاد منه في للتطبيق في حال حدوث أوتبريك مماثل. بعد كده نجي للإبيديميك أناليسيس. أول حاجة زي ما قلنا عند الأوتبريك بيريود أو إنديتيفاي الستارت، متى بدأ والبيك والإند، وبعد كده النمبر أوف كيسز. بعد كده الأوتبريك باترنز، من أهميته إنه يبين لي إيش وضع الأوتبريك، هل هو بروبيجيتد، هل هو ميكس، هل هو كومن سورس، يبين لي عدد الحالات نقصها وزيادتها، يبين لي الباترن تبع الإبيديميك. ممكن الإكسبوجر بيريود اللي هو يظهر لي البروبابل بيريود أوف إكسبوجر بيس على الإبيديميك كيرف، عند النون الإنكوبيشن بيريود زي ما قلنا يحدد لي الإكسبوجر بيريود، يحدد لي اللي هو إيش الإنكوبيشن بيريود للكيسز. نجي في آخر نقطة تقريبا عشان أنا أتأكد إني أنا عملت good implementation و follow up للoutbreak، يهمني جدا أنا يكون إنه عندي education training اللي هو يصير عندي orientation and updated للrisk and prevent اللي هو multi drug resistance organism spread during the orientation and product update of healthcare personnel. لازم انا ابدا او نبدا كاز انفكشن كنترول بعمل تريننج وادكيشن للهيلث كير وركرز عن اللي هو المود اوف ترانسميشن والترانسميشن للام دي ار او، واذا كان انا في عندي نيو برودكت اللي احتاج ان استخدمه في المنشاه الصحيه او في هذا الديبارتمنت ريليتد الاوت بريك او غيره، لازم يكون في عندهم ابديت ريجاردينج ايتش برودكت داخل انا عندي في المنشاه. النوليدج اسسمنت زي ما احنا عارفين عندنا النوليدج اسسمنت والسكيل ثرو اللي هو الاوبزرفيشن اند اوتلاين انفكشن كنترولز كنترول مودولز، وبرضه احنا عندنا اللي هو الكومبلاينس ريت اللي بيتم عندكم في المنشآت الصحيه. الانتي ميكروبيال ستورشيب يهمنا جدا انه يكون مطبق بطريقه صحيحه في جميع المنشآت الصحيه، ويكون عامل فيه ابديتد للريبورتد والاناليسيس للكرنت ترند to guide the antimicrobial اللي هو prescription practices، وتطبيق الانتيميكروبيال شيب بروجرام يهم جدا انه يكون متابع من قبل الصيدليه، وانه بالفعل موضوع الريستريكشن للانتيبيوتكس يكون مطبق. الانديا او سيرفيلانس، وليش احنا الفوكسنج عندنا عن الانديا او سيرفيلانس؟ لانه اكثر مايكرو اورجانيزم عندنا تقريبا ملتي دراج ريزيستنس، وهذا ناتج عن سوء استخدام اللي هو ايش الانتيبيوتكس. فيهمنا جدا انه عندنا الاستابليش سيستم تو انشور ذات الكلينيكال مايكروبيولوجي بروموت نوتيفاين انفكشن كنترول ستاف على اي ام دي ار اوز طالعه او اي مايكرو اورجانيزم ريزيستنس والباترن از ديتكتد. ويهمنا برضه انه يكون عندنا ستاندرايز لابراتوري ميثود تو فولو الببلش جايد لاين فور ديتيرمين انتي ميكروبيال. لازم نعرف انه بالفعل انه الجايد لاين تبع الام دي ار اوز اللي طالع من الوزاره يكون مطبق عندنا في المنشاه الصحيه في المختبر بالذات، ويكون انه ماشي وتارجتد الايمرجنج والري ايمرجنج ديزيز. نجي في موضوع اللي هو الام دي ار اوز، احنا قلنا هو جدا مهم ومتابعته جدا مهمه. كلنا عارفين انه عندنا موضوع الام دي ار سكريننج، مهم جدا موضوع السكريننج وتطبيقه في المنشآت الصحيه، وجود بوليس وبروسيجرز ريجاردنج السكريننج لجميع اللي هي المايكرو الام دي ار اوز مايكرو اورجانيزم. السكريننج زي ما قلنا اللي هي عباره عن كوليكت سبيسمن سكريننج اللي كوليكشن اوف سبيسمن بادي سايتس. لازم نعرف احنا السكريننج احنا من فين ناخذها. من ضمن المشاكل اللي احنا ممكن دائما نواجهها في المنصه انه يكون عندي العينه بلد ويقول لي سكريننج، البلاد عمره ما يجي السكريننج. لازم نعرف انه السكريننج دائما تجينا نقطه ناخذها من areas skins axillaries nasals groin rectal swab stool samplings، هذا سكريننج. ولكن عمره البلاد ما يجي سكريننج. السكريننج لازم نحطها في بالنا انه هي مكان فيه accumulations للمايكرو اورجانيزمز، من منطقه فيها accumulation للمايكرو اورجانيزم، هذه المنطقة أنا دائماً أعمل فيها سكرينينج.
الانديكاتور في السكرينينج، ليش احنا نعمل سكرينينج during an outbreak؟ ليش؟ عشان اغلبا عشان اقدر اخذ فيها الكيس فايندينج واحد، وناخذها برضو as part of infection control measures or routine measures before admission to high risk area. بالسكرينينج تطبيق موضوع السكرينينج انا اقدر اعرف الكيس الكولونايزد واقدر اعرف الكيسز اللي هم الكلينيك. فالكولونايز هم دائما يكونوا الكومن سورس اللي عندي في المنشأة الصحية، ودائما هم يكونوا سورس للاوت بريك. فانا اذا قدرت اعمل مينتيننج وعزل للكولونايز بيشنتس، فاحنا نقدر نعمل كنترولينج للايش؟ للاوت بريك في حال حدوث الاوت بريك، او نقدر نمنع حدوث اوت بريك. عندنا تقريبا هذا الجدول حتلاحظوه موجود عندنا في الجايد لاينز تبع الاوت بريك. ايش السكرينينج الموجود المفروض اللي تكون عندنا في بوليسيز وكيف يطبق؟ عندنا الام ار اس اي والفي ار اي والسي ار اي والاس بي ال سينيتوباكتر والكانديدا اوريس، هذه كلها موجوده عندنا في الجايد لاين وفيها توضيح شامل عن اهميتها واليه اخذها ومن فين اخذها ريكوايرد سبيسمن في سكرينينج. هذه النقاط اللي هي ايش الموجوده. عملنا سكرينينج وعملنا كل حاجة وبلغنا في النوتيفيكيشن وكل شيء. طب أنا بعد هذا كله أنا في عندي outbreak classification matrix، هذا أتمنى إنكم ترجعوا فيها في الجايدلاين حتلاقوها موجودة، وخذوا لازم تاخذوا عنها خلفية. classification matrix أنا عندي 3 levels، أنا عندي level C وleveل B وleveل A، وعندي أهم level اللي هو prevention levels. prevention levels معنى initiate the step must be implemented to inhibit the spread of infection. بمعنى انه انا تطبيق اللي هي prevention measures اللي هو standard precautions. تطبيق standard precautions من ظهور من مجرد ما يخش المريض سواء كان infected or not infected or whatever كانت الكيسز، تطبيق prevention measures في المنشأة الصحية بيمنع عني او بيمنع حدوث الاوتبريك. خلل بسيط في تطبيق الميجرز ينتج عنه حدوث outbreak. Level C عندي present، معناه present of a hospital acquired infection cases that need internal interventions. بمعنى عندنا في classification matrix نلاقي some organism من حالة واحدة أنا أعتبرها level C، some microorganism حالة الاثنين أنا أعتبرها level C. زي عندنا candida، acinetobacter، هيباتيتس سي حالة واحدة أنا أعتبرها ليبل سي لازم أبلغها في المنصة. عندنا الكليبسيلا and others microorganisms حالتين أنا أعتبرهم ليبل سي. هنا إيش الدور أو دور مكافحة العدوى في المنشأة الصحية؟ هي التي تتدخل بحيث إنه أنا أعمل containing لهذه التو كيسز أو هذا الون كيسز وما تزيد. هيصير فيها depending the situation اللي في المنشأة الصحية، أنا ممكن أفعل الـ OMT، ممكن ما أفعل الـ OMT، ممكن أفعل الـ OMT بسيط بحيث إني أقدر أطبق الـ measures وأعرف فيها الريسك اللي موجود عندي وكيف صار أنا عندي هذا الـ outbreak. بعد كده إذا ما عملنا containing أو الـ level C ما تطبقت في الـ prevention بطريقة صحيحة، ممكن حيكون تصاعد الـ outbreak لـ level B. Level B معناه إيش؟ A moderate number of cases need regional interventions levels. Level B لو جينا للclassification matrix تبدأ من 4 حالات لسبع حالات في some microorganism، و some microorganism تبدأ من حالتين ل3 حالات ل4 حالات. Level B معناه إن هنا لازم يبدأ يتم تدخل الكلاسترز مع اللي هو regional directorate. معناه اني انا ما قدرت اتحكم في الاوت بريك وازدياد عندي بيزيد. لو رجعنا للاكشن بلان الخاص بالليفل سي هنلاقي انه كان في له ديفكت. هنا يجي دور المديريه انها تعمل على تحسين الاكشن بلان اللي صدر في المره الاولى اللي كان في ليفل سي، تمام، وتتابعه وتعمل عليه تحسينات وتطوره ويكون فيها تدخل. في بعض المشاكل ممكن يقول انها في او بعض التحديات في ليفل سي انها تكون خارجه عن سيطره او خارج عن يد المنشاه الصحيه. زي مثلا عندما مثلا نقول نقص السبلايز
خارج عن سيطرة المنشأة الصحية. التيرن اوفر تبع الكيسز انا ما اقدر امنع دخول المرضى كمنشأة صحية، تمام، ولكن كتدخل مديرية ممكن يصير فيه اللي هو اكونتي، ويصير فيه اكونتي مع الهاي اوثوريتيز بيرسونيلز بانه ممكن يكون في تحويل للكيسز، ممكن يكون في نقل فتح قسم جديد. فهذه كلها بتتم ديبيند على هو ايش الاو ام تي الريكومنديشن اللي بتطلع من الاو ام تي. ما صار في كونتيننج ليفل بي، هنا يتم ليفل اي، زاد عدد الحالات بدات من 8 فاكثر، هنا يتم بمعنى انه increase the number of cases that need a high intervention from command and to contain the outbreak. لو وصلت الحالات لليفل A هنا يتم تدخل الإدارة العامة لمكافحة العدوى عشان ندرس جميع المشاكل وندرس جميع التوصيات ونشوف فين كان الخلل في تطبيق التوصيات إلا أدى إلى ارتفاع اللي هو الحالات لليفل A. هذه كلها هتلاقوها في الجايدلاين مشروحة بطريقة بسيطة جدا تحدد لك المهام والمسؤوليات لكل مستوى. بعد كده عندنا Outbreak Investigation Tools عشان أنا أعرف إنه أحتاج متابعة للOutbreak، اللي هو لازم يكون أنا عندي Standardized Form for Collecting Case Data. زي ما قلنا ممكن هنا مكتوبة Questionnaires حاطين Questionnaires، ولكن إنه هي لازم تكون اكسل شيت او نظام محدد، ممكن تكون نفس الداتا اللي طالعه الاكسل الطالع من المختبر، بس انه احدد الداتا اللي انا احتاجها واعمل لها كنترول واعمل لها اناليسيس. بعد كده كونتاكت تريسنج، ايدنتيفاي امرجر اللي هو اكسبوز انديفيدجوالز. الكونتاكت تريسنج انا ليس فقط عندي كونتاكت تريسنج هيلث كير بيشنتس، ولكن انا عندي بعد كونتاكت تريسنج اللي هو للهيلث كير وركرز، اني اتابع الهيلث كير وركرز في اللي هو في الكيرينج للكيسز، الستاف ريشيو، التن الموفمنت تبع اللي هو مين الستافس. بعد كده اخر حاجه عندنا المابينج فيجوالايز اللي هو الجيوغرافيك ديستريبيوشن اوف كيسز. لو جينا نلاحظ المابينج هنا، لو نلاحظ في الاوت بريك احنا دائما نعمل هو سبوت ماب، بمعنى نشوف توزيع الحالات، نقل الحالات، حركه الحالات، فين كان وفين نقل. هذه برضه تساعدني بحيث اني انا اعمل good investigation و good tracking لجميع الكيسز. Thank you for your attention through this presentation on outbreak investigation as we work to prevent and response to healthcare associated infection. I appreciate your detection of to patient safety. يديكم العافية جميعا، وأنا هنا تقريبا خلصت محاضرة الoutbreak، وأتوقع أن عندكم assignment جميل للoutbreak. طيب أي استفسار أي سؤال؟